كشفت مصادر طبية بمستشفى حميات إمبابة عن وفاة أول حالة مصابة بالفيروس الغامض الذي انتشر مؤخرا بين عدد من المواطنين وسط غياب وتكتم من وزارة الصحة في الكشف عن تفاصيل المرض. وقالت المصادر للمصر اليوم إن الحالة توفيت منذ يومين وأن باقي الحالات المصابة موجودة في غرفة العناية المركزة لمتابعة حالتهم الصحية تحسبا لوجود أي تطورات. وأضافت المصادر أن أعراض المرض تتشابه مع أعراض الإنفلونزا، وأشارت أيضا إلى أن المعامل المركزية بالوزارة بدأت في تحليلها على الفور. دكتورة غدا، يعني استكمالا للخبر، يعني منذ دقائق تم إصدار بيان بأن حالات الوفاة تصاعدت إلى 3 حالات، لماذا كان كل هذا التعتيم والتكتم رغم المصادر تؤكد أن لازال هناك العديد من المصابين محتجزين في المستشفيات؟ بصي، الفاشل دايما كده لما تجيب له حاجة جديدة يبقى عايز يردم عليها بقى، لأن هو مش عارف هيتعامل معها إزاي، مش عارف الرأي العام هيتناول هذا الموضوع إزاي، لأن ده لو وزير ناجح ووزارة ناجحة، قصدي شغلتي بقى الوبائيات، يعني المفروض لما يجي لك مرض أعراض أنت مش عارفها وما عندكش أي معلومات عنها، المفروض أن أنت تنزل نشرات في الوسائل الإعلام كلها المقروءة والمكتوبة والمرئية، تقول للناس لو عندكم اعراض كذا وكذا 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 من فضلكم اتصلوا باقرب وحده صحيه او مستشفى حميات ليكم او كده، علشان يقدر يجمع بيانات، يعرف الدكاتره بقى تبتدي تبحث ورا الاعراض دي بالاماكن اللي هي فيها، يقدروا يشوفوا ده ايه، يقدروا يشوفوا الفيروس ده ايه، جه منين، اصوله ايه، اللي بيزوده ايه، اللي هو ده العلم بيقول كده، المنهج بتاع البحث العلمي في الطب بيقول كده، انما التكتيم وان هو يبقى مش عايز حد، يعني معلش لو ما كانش دكتور اللي ماسك الوزاره بقى كان بقى ايه الوضع، يعني عيب عليهم ان هم كانوا يخبوا، ومش المفروض الاعلان يبقى بس مجرد ان احنا عندنا 3 حالات ولسه مش عارفين، لا، ابعت نشرات في الصحف وفي الفضائيات، قول لو عنده، عرف الناس ان في اعراض كذا وكذا وكذا وكذا، من فضلكم اللي في حد في البيت عنده هذه الاعراض يروح يبلغ في مستشفى، يعني اتصرفوا شويه بعلم على الاقل.